مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، حقق الاهلي انتصار مهم بالفوز على فريق الداخليه بهدفين مقابل لا شيء وتاهل الى دور الثمانيه في كاس مصر. معي في هذه اللحظات كابتن احمد ايوب المدرب العام لفريق النادي الاهلي. كابتن ايوب بقول لك مبروك الانتصار، انتصار مهم وخطوه جديده في كاس مصر بعد الفوز بالدوري هذا الموسم. طبعا الحمد لله، يعني خلاص مسابقه مختلفه بالنسبه لنا بعد ما حسبنا لقب الدوري. الحمد لله ماتش كان صعب زي ما شفنا، برضو بتلعب فرقه عندها استعداد كبير، عندها لعيبه كويسه معروفه بشراستها في اللعب والقوه الدفاعيه اللي عندها. الحمد لله يعني قدرنا نتعامل مع المباراه. يمكن الشوط الثاني مختلف تماما عن الشوط الاولاني، وهي الكره يعني الماتش 90 دقيقه انت بتتعامل مع 90 دقيقه، ما بتتعاملش مع شوط اول او شوط ثاني. الحمد لله انت يعني بالنسبه لك خطوه للي بعد كده دور الثمانيه، هي بطولة مهمة بالنسبة لنا، يعني أبطالها السنة اللي فاتت عاوزين نحافظ عليها كمان زي ما حافظنا على بطولة الدوري إن شاء الله. طيب الشوط الأولاني والشوط الثاني شفنا فرص عديدة جدا، يمكن حتى مباراة النهاردة في اختلاف كبير بالنسبة لأداء الفريق عن مباراة سموحة الأخيرة في الدوري. إتاحة الفرص وتسجيل الفرص والتغييرات والبدلاء كمان، الجهاز الفني شافها إزاي عبر مدار ال 90 دقيقة؟ يمكن النهاردة يعني يمكن الفرص اللي في المباراة النهاردة أكتر من مباراة سموحة أكيد، الاستحواذ أفضل وأكتر. يمكن الشوط الاولاني فرصتين يمكن لعمر وميدو كان ممكن يفرقوا في طريقه الريتم المباراه، ان دايما الاهداف لما بتدخل يعني بيتغير ريتم المباراه. الفرقه اللي بتجيب جون اكيد بتحافظ عايزه تجيب تاني، الفرقه اللي بيجي فيها جون لو كان يعني بتدافع خلاص بتفتح الملعب، فالمباراه اعتقد انها يعني سيناريو بيختلف تماما. عشان كده يمكن الشوط الثاني لما جبنا الجول الاولاني المباراه اختلفت تماما، بقى في مساحات بتقدر تروح وبتستحوذ اكتر. الحمد لله يعني اللعيبه اجتهدت وعملت اللي عليها، وبالنسبه لك خطوه للي بعد كده ان شاء الله. الخطوه القادمه ماتش الاسيوطي، بس لسه ما تحددش موعد مباراه دور الثمانيه في كاس مصر. يمكن المباراه الجايه مع فريق الاسيوطي في الكاس، ولكن قبليها عندنا مباراه في الدوري، وان شاء الله الامور تمشي زي ما احنا عاوزين ونحقق الاهداف اللي احنا بنخطط لها، وان شاء الله نبقى ابطال الكاس ان شاء الله السنه دي. وفي اخر الموسم نبارك لكم على الثنائيه باذن الله كما تحقق العام الماضي. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا. اذا كان لقاءنا مع الكابتن احمد ايوب المدرب العام لفريق النادي الاهلي بعد التخطي الداخليه بهدفين مقابل لا شيء والتاهل لدور الثمانيه لمواجهه الاسيوطي. عوده من جديد للاستوديو والكابتن عبد الحميد حسن.